السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا يا احلى اخوات واحلى عيلة في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعة. عليه افضل الصلاة والسلام، صلوا على النبي يا جماعة، واللي صلى على النبي دايما كسبان ان شاء الله. بصوا بقى، احنا النهارده جايين لكم في تحدي جديد. بصوا، هو تحدي الصواني يعني هيجي تاني، بس احنا قلنا النهارده بقى نعمل ايه؟ بقى نعمل حاجة ترم العرض. وبما ان احنا قلنا ترم العظم، يبقى نعمل ايه؟ طواجن اللحمه بالخضار المشكل سخنه نار. عايزه اقولكوا، وبرده كل واحد معاه صينيه رز، الرز بتاعته تمام، ومعاه طبق الشوربه. طبعا انا حاسه مب الشوربه لذيذ، ان ايه الدنيا الرز مش باين، ممكن تعكس زي عليه عشان الرز يبان واحنا بناكل. طبعا احنا اهم حاجة عندنا كده، انت تحدي النهاردة جامد جبار. ايه، نبدأ بقى طاجن خضار مشكل بسلة وفاصوليا وجزر وبسلة وبطاطس وكوسة، يعني بصوا حاجة كده فاخر من الاخر. ولحمة التحدي على ايه؟ التحدي على ايه يا بنتي يا شوشو؟ على وقت، على وقت. هنعمل الوقت ايه؟ عايزه تتحداني على وقت. بصوا، الولا محمد كان عايز الطاجن بتاعه بالعجينه، وسخ الطواجن من بره ازاي؟ خلاني اعمل له حته عجينه اعمل له فيها طاجن، اعملها له مع، بس كان شكله عسل، ولا العيش بتاعه كان خطير، جميل قوي. يلا بقى، بس احنا بقى قلنا ايه؟ ننجز. انت هتعمله على وقت قد ايه؟ 10 دقايق. ماشي، يلا نبدا. هنبدا. سمي الله. تعالوا اتفضلوا معانا يا جماعه، وناخد ايه كده؟ وصلوا على النبي كده. رد. يا نهار ابيض على الجمال يا ولاد، يا نهار ابيض، يا الحلاوه والطعامه والشقاوه. يا يا يا، حاسه ان الاكل مش واضح النهارده. مع حته لحمه كده نبرد، بس نبرد، نعمل شغل عادي. بسم الله. الوقت، الوقت مش في صالحنا، انا ناسيه ان التحدي على وقت. نهار ابيض، انا مقلي خالص. اشقلب كده الخضار عشان ايه؟ اكل بقى يبرد. انت كده عمره ما هيبرد. بص انا شقلبته وكسرت. بسم الله. الله، الله، يعني عمال اقول له الله يا علي الله يا علي، ما بيردش عليا. انت حط معلقه تاني تقول لي سخن. تحفه تحفه، كلمه الله قليله والله، ده الف الله والله العظيم. الطعم حكايه والله تحفه. انا بحب الطاجن ده، وبحب قوي ورقه اللحمه. بصوا اللحمه بقى مستويه ازاي. بصوا، سلام، تكسب يعني شوربه مزيكا. لا تكسب دي هتنسي. انا كل الموضوع بالنسبه لي دقيقتين او ثلاثه. علي، ما انا مش كل يوم هتعاقب. الاكل ابره. هو الطاجن كله في التحدي ولا الصينيه؟ خد بالك اختيارك للوقت كان صعب. الله، في حته بتيجي تخون. انسى يا بابا، ليه نقسى لوحدي؟ لحمة جميلة مقطعة فيها حتة فلفل حامي. ايه رأيك في الحمور بتاعها؟
الحكايه. بسيط الحياه. انسى يا علي، انت جاي مع مين النهارده؟ انسى يا بابا لعبت الطاجن ده. لعبتي ايه الجمدان اللي انت بيه ده؟ شفت؟ هتشوف يا عم من النهارده اللي يقول لك شوشو مش قدها فقول له عندها، قول له قدها. ايه ده، ده فضل 5 دقايق. تنكرش ان اللحمة فظيعة. يوسف عايز يقعد يصون، قلت له على الأوضة. انا فرحانه بيكوا قوي يا جماعه، ربنا يخليكوا ليا، فاتحين نفسي والله. الله بجد الطاجن ده المزاج بتاعه عالي قوي. كان عايز يتاكل بالراحه. ايوه اختيارك للوقت كان وحش. لا ما احنا مش هناكل بالراحه. لحمه لحمه. المفروض تخليها نص ساعه. ليه يا عم؟ وهم يستحملونا؟ لحمة سخنة مش عارفة امسكها. سامعني يوسف؟ يا لهوي تحدي مش سهل. اللي يقول لك شوشو مش قدها قول له قدها، قول له عندها. بسم الله. انت اللي مش قدها النهارده، النهارده انت مش قدها. نشوف. يما تسلم ايدك يا بنتي يا شوشو. اقول لكم حاجه، حاسه ان انا عايزه هوا. وربنا وانت بتاعك حاطه فيه شطه؟ الاثنين زي بعض. والله؟ اشمعنى؟ بس مشطشط حلو. الاثنين زي بعض بالظبط. انا قلت اتلخبطت ولا حاجه. يما
ام ايه عايز يكسبني شوية شوربة يعمروا الدماغ. والله العظيم اجدع من فنجان قهوة. فنجان القهوة بيصحصح، ده تاكله عايز تنام. لا بتضرب في النافوخ. والله شوية الشوربة بتضرب في النافوخ. اللي يقول لك شوشو مش قدها كله عندها. شوشو بتنهار بس واثقة في المكسب النهارده. معاكي منديل؟ مفيش منديل. عندنا كان معيصه بس مش هيوصل. طب اقسمه انت نص ونص. خدي. اه. الطاجن في شطه، ايه ده؟ مين الكسبان؟ انت. مين الكسبان؟ حقيقة الوقت مش حلو. لا وقت جميل. بصوا يا جماعة عشان تعرفوا ان انا بني ادمة متصالحة مع نفسي، انا هقول لكم الحق والله على ما اقوله شهيد، والله الله على ما اقوله شهيد. بصوا التحدي ده يعتبر تعادل. ليه بقى؟ عشان انا بزود له رز، فهو لو حسبنا الكمية هنلاقيه اكل قدي، فهو النهاردة يعتبر كان ماشي معايا بنفس السرعة على اساس هو اسرع، وانتوا عارفين ان انا بحط له حبة رز زيادة. فعشان ضميري ما يقلمنيش واعرف انام الليل وانا مرتاحة الضمير وما عنديش اي اذى للغير وكده هو يعني، فانا قررت من موقعي هذا اني ما عاقبوش عشان اللي عمله النهارده يقعد لي بكره. انا مستني الكلمتين دول. لو عجبكم الفيديو بتاعنا تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العفو يا ابو محمد. باي باي.